يقول كثيرا ما نسمع من بعض المشايخ أنهم يقولون إن تضعيف أو تحسين الشيخ الألباني رحمه الله على الأحاديث يحتاج إلى إعادة نظر. فعلا يحتاج هذا القول إلى إعادة نظر. من القائل هذا؟ هل هو عالم حديث محدث كبير بمرتبة الشيخ الألباني، أم هو عالم فقه ليس متخصصا في الحديث، أم هو طالب حديث، أم هو دكتور في الحديث ليس له من المؤلفات ولا في الجهود ولا من الجهود عشر معشار ما عليه الشيخ الألباني؟ أنا أجزم أنه لا أحد منها قائل إلا وهو واحد من هذه الأصناف. أعطوني عالما بمرتبة الشيخ الألباني أو يوازيها قال هذا الكلام في الشيخ الألباني، حتى لو قاله لا نقبله إلا بعد الفحص والنظر، لكن نحن نسلم تسليما أن أحدا من علماء بمرتبة الشيخ الألباني قال هذا القول. هذا غير صحيح، هذا لا يوجد، لا يوجد. هذه كلها دعايات عصرية ظهرت بعد، في أغلبها ظهر بعد وفاة الشيخ الألباني للانتقاص من علمه وجهوده. أول شيء كانوا يقولون الشيخ الألباني محدث وليس بفقيه، ثم قالوا الشيخ الألباني فقهه ظاهري، إذن انتهينا من محدث وانتهينا من الفقه. ثم قالوا الألباني مرجئ، انتهينا من العقيدة. ثم قالوا الألباني ليس له شيوخ وليس له تلاميذ، فإذا بالألباني مقطوع من شجرة. أين الألباني بعد أن انتهينا منه حديثا وفقها وعقيدة وشيوخا وتلاميذ؟ لا يوجد ألباني. هذه خدعة كبرى قامت بها بعض الأحزاب وما لهم من أذناب للتقليل من مكانة الشيخ الألباني التي انتشرت في الدنيا جميعا. ومع هذا أختم فأقول مع إمامة الشيخ الألباني وكبير منزلته، هو بشر من البشر، يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. ووالله أيها الإخوة، ونحن في حياة الشيخ الألباني قبل 20 سنة من الآن، فنحن في العشرينيات، في العشرينات من العمر، أو في الثلاثينات أو في الأربعينات قبل هذه المرحلة التي كدنا نصل فيها إلى 60، والشيخ الألباني متوفى منذ 20 عاما. والله خالفنا شيخنا في وجهه وأمامه، نعم قليلا، لكن هذا القليل لا يقال له قليل. مخالفة الشيخ الألباني ولو قليلة أمام الشيخ الألباني هذا أمر الحقيقة كبير، يدل على عدم تعصبنا له من جهة، وعلى إنصافه العلمي من جهة أخرى. الشيخ الألباني يخطئ ويصيب. كثيرون يرموننا بالتعصب للشيخ الألباني، والله هذا منهم جهل بنا وبشيخنا. ولو عرفوا أننا نخالف شيخنا في الحديث وتصحيحاته وتحسيناته وفي الفقه واختياراته لما قالوا الذي قال. لكن هي أشياء محدودة. الشيخ الألباني لعله حكم على أكثر من 50 أو 60 ألف إسناد ما بين حديث موقوف ومرفوع، فأن نخالفه بواحد في المئة، خالفناه في مئات الأحاديث، 1%. لكن الحكم للغالب، والغالب في هذا ماذا؟ هو الموافقة للعلماء فيما قام به شيخنا من جهود أذعنت الأمة لها، ونراه الآن في أقصى الدنيا شرقا وغربا يقال صححه الألباني وضعفه الألباني. وأسأل الله أن يرحمه وأن يرحم علماءنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا جميعا، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.